اهلا بحضراتكم من جديد. في بدايه فقرتي احب تاني اقدم خالص التعازي للمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد في وفاه والده رحم الله الفقيد والهم اهله المهندس هشام نصر طبعا الصبر والسلوان. طبعا برحب بضيف اللي انضم لي في الاستوديو الاستاذ حسام زايد رئيس اللجنه الاعلاميه باتحاد اليد. اهلا بيك يا استاذ حسام. اهلا بيك كابتن هيثم، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي، وسعيد طبعا بوجودي مع حضرتك. وفي البدايه كمان بقدم التعازي للمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد اللي ربنا يرحم والده يا رب، توفي منذ قليل. والكابتن طبعا المهندس هشام نصر طبعا في الجابون مع البعثه حاليا، ربنا يصبره أكيد ويلهم اسرته الصبر والسلام. هو هيرجع النهارده ولا بكره ان شاء الله؟ هيرجع بكره ان شاء الله، بس لسه ما تاكدش الميعاد اذا كان هيكون قبل المباراه ولا بعدها حسب حجز الطيران. ربنا يصبره، يعني اختبار صعب وان شاء الله وكل التعازي ليه باذن الله. الاول بنبارك لك على رئيس لجنه طبعا الاعلام ورئيس اللجنه الاعلاميه في اتحاد اليد، مسؤوليه كبيره بس انت قدها يا استاذ حسام. اشكرك طبعا كابتن هيثم، سعيد ان انا مع حضرتك اول مره، يمكن كنا بنتواصل دايما صداقتنا ممتده من زمان. أكيد اول مره نكون مع بعض، سعيد بوجودي مع حضرتك. نورني وشرفني. ربنا يخليك. طبعا يمكن حاجه مهمه ان الناس تعرف كمان انه انا الحمد لله يعني وزملائي كنا مع بعض، طبعا كنا ماسكين اللجنه الاعلاميه لبطوله كاس الامم الافريقيه 2016 في مصر. الحمد لله عملنا مردود طيب، فبالتالي يعني الحمد لله الواحد عنده خبره في المنطقه دي تحديدا، وعندنا طموح وعندنا امل ان احنا نعمل حاجه مختلفه ونقدم خدمه مميزه لكل عشاق كره اليد. اكيد. طب قول لي يا استاذ حسام، يعني اكيد عندك خطه انت راسمها، لان خلينا نقول ان جناحي اي نجاح الاعلام والتسويق، يمكن كابتن خالد فتحي معايا رئيس لجنه التسويق في احد الاستوديوهات التحليليه طبعا اثناء البطوله، وكلمني قد ايه التسويق مهم، توفير موارد جديده، ولكن كل ما هتعلي القيمه التسويقيه للاتحاد ومبارياته سواء مع المنتخب او المباريات المحليه هتعلي القيمة التسويقية بتاعته، ولكن ده هيجي عن طريق الإعلام. أكيد أنت عندك جديد تقدمه لاتحاد اليد. أكيد طبعا، يمكن خلينا نعترف أنه الفترة الماضية كان في يعني إلى حد ما تقصير في التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، لكن احنا ان شاء الله عندنا خطه متكامله للتواصل مع جميع وسائل الاعلام. يمكن احنا بدانا بس يعني القرار كان يوم 9 يناير، فبدانا بسرعه بس يعني نلحق بطوله امم افريقيا، فعملنا يعني جروب للزملاء الصحفيين سواء على مستوى الصحف او المواقع او حتى القنوات التلفزيونيه والاذاعات المختلفه، بنتواصل من خلاله بالاخبار عشان سهولة وكل ما يخص التواصل المعلومه واي معلومه حابب توصلها. بالضبط. فطبعا هدفنا الاساسي هو العمل تغطيه اعلاميه مناسبه لكل يعني ما يخص كرة اليد وكل أنشطة كرة اليد سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو حتى الدوري للمحترفين والدوريات المختلفة بالنسبة للرجال والسيدات أيضا والناشئين كمان. كمان عندنا طموح إن إحنا نعمل موقع رسمي يليق باسم الاتحاد المصري لكرة مهم اليد. ده جدا أساسي. طبعا مهم يعني جدا. لازم يتعمل موقع على أعلى مستوى، ده يمكن تكلمنا فيه وإن شاء الله هيتم تنفيذه بعد بطولة أمم أفريقيا. برافو. يكون موقع يعني بثلاث لغات، اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. برافو. للتواصل مع كل الدول، لأنه طبعا في النهاية يعني منتخب مصر منتخب كبير طبعا، والاتحاد المصري من أقدم الاتحادات في القارة الأفريقية. فطبعا طبعا مؤتمرات على فترات يعني متواصله بحيث نستعرض خطه الاتحاد، خطه العمل باي جديد في هذا الموضوع من خلال التواصل ومن خلال المؤتمرات الصحفيه تباعا. هيكون في طبعا قنوات يعني للتواصل مع الزملاء بشكل مباشر وبشكل اسهل لسهل لهم مهمه التعامل مع الاتحاد المصري لكره اليد باذن الله. اكيد طبعا. قبل ما اروح مع حضرتك على بطوله افريقيا اللي بتقام في الجابون، عندي خبرين يخصوا طبعا الالعاب الصالات في النادي الاهلي. سيدات سله الاهلي والطيران النهارده في دور ال 16 لكاس مصر، فاز النادي الاهلي 70-40، حقيقه نتيجه كبيره. الف مبروك على التاهل لدور الثمانيه. هنلاقي الشمس باذن الله يوم 2/2 في دور الثمانيه. كل التوفيق الحقيقه. سله سيدات الاهلي عنده بعض الاصابات، عندنا دين عمرو مزق في العضله الاماميه، في اثنين او لاعب يعني لاعبات اخرى عندهم اصابات بسيطه، ولكن بيعاني من غياب بعض اللاعبات. ان شاء الله يعملوا ريكفري سريع ويلحقوا الفريق. عندنا خبر كمان، رجال الطائره بقياده طبعا كابتن مصلحي كان بيلاقوا 6 اكتوبر النهارده، والفوز الثالث على التوالي 3-0. الف مبروك، ماشيين بخطى ثابته ان شاء الله باذن الله. يعني رجال الطائره دوري كاس بطوله افريقيه بطوله عربيه، نتمنى ان شاء الله كل التوفيق ليهم باذن الله. ارجع لحضرتك استاذ حسام زايد طبعا رئيس اللجنه الاعلاميه بالاتحاد المصري لكره اليد. خلينا نرجع لبطوله افريقيا والحدث الاهم، عندنا فاينل بكره مع تونس. على بكل الاحوال لن تكون مباراه سهله. يمكن اتهم البعض المنتخب، وهذا اتهام طبعا باطل، ان المنتخب فاز 2016 بالنهائي امام تونس في استاد القاهره، يمكن بسبب ضغط الجماهيري بمجامله الحكام، وهذا الكلام عاري تماما من الصحه. شايف مباراه بكره ازاي يا استاذ حسام؟
مباراة صعبة طبعا أكيد، يعني إحنا تعودنا دايما يعني في أغلب الأحوال خاصة في المنافسات العربية يعني ما حدش بيعترف بالهزيمة، يعني صحيح. بتطلع طبعا موضوع الحكام، موضوع إنه في تلاعب في النتائج كذا وخلافه يعني، لكن الحمد لله يعني الكل كان متابع للنهائي 2016 في استاد القاهرة، أكيد طبعا الجمهور كان ليه دخل كبير في إنه المباراة تكون في صالح منتخبنا الوطني، لأنه منتخب تونس منتخب قوي، منتخب يعني مصنف رقم واحد على المستوى القاري تاريخيا بعدد الألقاب اللي توج بها 9 ألقاب، فطبعا أكيد منتخبنا استفاد من الضغط الجماهيري. منتخب تونس في 2016 خرج متفوق بفارق هدف في الشوط الأول، لكن استطاع لاعبين ان هم يستعيدوا زمام الامور مره اخرى في الشوط الثاني. اعتقد مباراه الغد هتكون مباراه صعبه، صعب التكهن باي نتيجه. صحيح. يعني من قبل البطوله ما تبدا والكل كان عارف ومتوقع فاينل مصر تونس بالظبط، انه ده هيكون مصر تونس. وخليني يمكن نقول للساده المشاهدين بعض الارقام يمكن من سجل البطوله. البطوله اتلعبت 22 نسخه، تونس 9 الجزائر 7 ومصر 6. تونس وصلت للنهائي 16 مره، ودي المره التاسعه على التوالي اللي تونس بتوصل فيها يعني للنهائي. وصلت 16 مره، فازت من 9. لا فازت 9 بالظبط، ودي تاسع مره على التوالي توصل للنهائي. كان اخر لقب ليهم في نسخه المغرب 2012. مصر وصلت للنهائي 12 مره، خدت منهم 6 مرات، ودي المره الثانيه على التوالي. وكان اخر لقب لينا في 2016 في القاهره، مصر وتونس اتقابلوا مع بعض في المباراه النهائيه 7 مرات، كان لينا التفوق 4 مرات مقابل 3 ليهم. بكره المره الثامنه ان شاء الله يا استاذ حسين، ان شاء الله باذن الله، وتكون المره السابعه ونعادل الرقم بتاع الجزائر 7 و7. يعني كان اخر مره كان فيها طرف في النهائي بره مصر والجزائر وتونس كانت نسخه 83 اللي كانت في مصر، كان فيها الجزائر والكونغو، فازت الجزائر. من ساعه 83 ما فيش اي منتخب في افريقيا بيدخل في النهائي غير مصر وتونس والجزائر. صحيح. فده طبعا بيدينا مدلول انه في النهايه يعني سيناريو مكرر لنسخه 2016. تونس عندها حافز ودافع ان هي تعوض الخساره في البطوله الماضيه، احنا عندنا حافز اكبر ان احنا يعني نرد على موضوع انه لا ده كان علشان ارضنا وعلى ملعبنا والكلام ده كله، ان احنا نرد على الكلام ده كله ونكسب بكره ان شاء الله. صحيح. يعني اوراق كتير كل مدير فني بيحاول يستخدم هنا ويستخدم هنا، لكن في النهايه اعتقد ان من خلال التواصل مع البعثه هناك في الجابون، لا لاعبتنا جاهزين، الكل يعني عنده عزيمه والروح المعنويه مرتفعه للغايه، باذن الله ربنا يوفقهم بكره. خلينا نتكلم استاذ حسام، ان تونس بتعاني من غيابات واحنا ايضا بنعاني من غيابات، يمكن تونس بيغيب عنها افضل 3 لاعبين، احنا بيغيب عننا يحيى الدرع اصابته في الكتف، ولكن يعني خبراتنا او خبرات لاعبتنا المحترفين خاصة المحترفين بالخارج طبعا علي زين وممدوح هاشم وسند وكريم هنداوي، بتهيألي يعني بالورقة والقلم إن شاء الله يعني احنا كفتنا أرجح يا أستاذ حسام. طبيعي يعني يمكن أقول لك المنتخب التونسي طبعا عندهم وائل جلوس، ده يمكن من أبرز اللاعبين المحترف في صفوف برشلونة، كمان مصباح الصنعي ودول للإصابة، أسامة بوغنمي لاعب الترجي ده بيغيب للإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقي، يعني دول أهم العناصر الغيبة من بداية البطولة. كمان عندهم يمكن مروان مجايز الحارس الأساسي واللي عمل مباراة قوية قدامنا في القاهرة في 2016، كمان تعرض للإصابة في تاني مباراة في البطولة وبيغيب، لكن ظهر كمان مكرم المساوي حارس متألق جدا، ظهر بشكل رائع قدام قدام أنجولا في نص النهائي وخد أحسن لاعب في المباراة، يعني فده ده حاجة يعني قوية بالنسبة لهم. كمان بيغيب عندهم أمين بن نور، كان عندهم أمل إن هو يلحق المباراة النهائية رغم انه كان مصاب قبل البطوله، لكن يعني المدير الفني صمم ان هو ياخده معاه الجابون ممكن يلحق لا هو يمكن شارك بعض الفترات سواء في مباراه الجزائر او حتى في انجولا، لكن مش جاهز. بعض وسائل الاعلام التونسيه والله اعلم مدى صدق المعلومه، لانه ممكن يكون في مناوره في هذا الموضوع، ان هو ما شاركش في التمرين الاخير للمنتخب التونسي استعدادا للمباراه النهائيه، وبيأكد ان هو هيغيب. لكن في كل الاحوال يعني وجوده او عدمه، اعتقد الكابتن مروان رجب المدير الفني لمنتخبنا عامل حسابه على كل السيناريوهات المتوقعه في مباراه الغد باذن الله. طب خليني اقول يعني برضو احنا بنعاني من غياب يحيى الدرع الحقيقه، والناحيه يمكن اليمين بنفقد فيها يعني لاعب كبير بوزن وثقل وخبره يحيى الدرع، ولكن بيتهيألي المنتخب عنده من البدائل والحلول الكثيره يا استاذ حسين. اكيد يعني انا شايف ان منتخبنا الوطني يعني عمره ما هيقف على لاعب، اكيد طبعا يحيى الدرع لاعب مهم ومؤثر طبعا. قبل كده كان منتخبنا افتقد علي زين، كان في بطوله امم افريقيا في 2016، يعني كان عنده شرخ اجهادي في الاصابع بالظبط، وكان فعلا كان وقتها صدمه بالنسبه لنا انه بيغيب عنصر مهم ومؤثر، لكن بالنسبه لنا
عندنا اكتر من لاعب بيقدر يعوض يعني غياب يحيى الدرع. يعني اعتقد ان يعني في كل المباريات اللي لعبناها لعيبه منتخب مصر هي اللي خدت احسن لاعب في البطوله. صحيح يعني صحيح بنتكلم صحيح على اسلام حسن، بنتكلم على محمد ممدوح، بنتكلم على علي زين، كمان احمد الاحمر، فمحمد سند. فيعني لا، عندنا عناصر صحيح كتير هتقدر يعني تشيل صحيح المنتخب، عناصر خبره اضافه الى العناصر المحترفه. عندنا برافو. اكتر من لاعب محترف دلوقتي، يعني في يمكن حراسة المرمى وخارج حراسة المرمى بالظبط يعني عندنا كريم كريم هنداوي هنداوي في تركيا، تركيا، وعندنا ما يعني سند سند بلجيكا، علي زين وبالظبط ممدوح حاشم علي زين فرنسا، ممدوح وعلي زين هاشم والدرع قبل الاصابه بتاعته. فكل دي عناصر بتثقل منتخبنا ولاعبته وبتنقل خبراتها للعناصر التانية يمكن الصغيره. لكن في النهايه عندنا ثقه كبيره طبعا، يمكن يعني عشان ما ننساش منهم حد كمان، يعني ابراهيم المصري يعني طبعا قلب الاسد في الدفاع ومحمد المصري، رمضان قلب ومحمد الاسد. رمضان هتلر، يعني طبعا لا لا، ففي اكتر من حد يعني بصراحه في صفوف منتخبنا بيدونا ثقه. على الناحيه التانية في تونس عندهم 8 لاعبين بيشاركوا لاول مره من العناصر الجديده، بيحاولوا ان هم يعملوا منتخب جديد علشان عندهم بطوله 2020 في تونس، وهتكون مؤهله اول الفايز بيها هو اللي هيتاهل مباشره لاولمبياد طوكيو 2020. فمن هنا انا شايف ان صعوبه المباراه انه عندهم عناصر جديده، لكن والعناصر الجديده دي بتحاول تثبت نفسها، يعني هو بيبقى بالظبط فرصه ونجحوا حتى الان ان هم تاهلوا للفاينل وكسبوا انجولا فرق كبير امبارح. فبتهيألي دي برضه فرق 20 هتصعب هدف المهمه طبعا. شويه علينا، لان طبعا لما بتكون نازل قدام بطل وانت اول مره تلعب بيبقى عندك حماس وعندك رغبه كبيره، انا ما عنديش حاجه اخسرها يعني. بالظبط، لكن انا اعتقد ان مباراه بكره ان شاء الله اللي هيقدر يحافظ على هدوءه وتركيزه ويرتكب اقل عدد من الاخطاء الممكنه ده اللي هيحسم المباراه، لانه المباريات اللي زي دي بتتحسم بفارق هدف او فارق هدفين صحيح وبتستمر حتى الثواني الاخيره. فانا اتمنى ان لاعبتنا بالكامل يكونوا في قمه التركيز ويكونوا يعني عندهم الدافع ان من بدايه المباراه يعني اقل عدد ممكن من ارتكاب الاخطاء، ونحاول نستغل كل الفرص المتاحة لينا قدام المتاحه المرمى. لينا للتسجيل على تونس. طيب خلينا اتكلم مع حضرتك في امر مهم تاني، يمكن انت كراجل رئيس لجنه الاعلام بالاتحاد اليد عندك طبعا هدف كبير ان انت اعلاميا تنتشر وده هيساعد كتير في التسويق، ولكن الحقيقه محتاجين يكون في منافسين على الدوري اكتر. يعني الموضوع محسوم ما بين الاهلي والزمالك وياتي بعديه بمسافه او بخطوتين ثلاثه نادي سبورتنج، محتاجين زي تونس. تونس عندها الترجي، عندها الحمامات، عندها الافريقي، النجم، عندها فرق، خمس في ست فرق بتنافس على الدوري وكلهم بيشاركوا في بطولات افريقيا وحتى بيشاركوا في كاس البطولات الكؤوس العربيه بالظبط، كاس الكؤوس وكاس الابطال. امتى هنشوف في الدوري المصري اكتر من ثلاث اربع فرق؟ اكيد انت اعلاميا لازم تطرح ده على الاتحاد، واكيد انت ليك رؤيه عشان تزود الموضوع اعلاميا او تزود القيمه الاعلاميه للاتحاد. طبعا يمكن انا يعني فيما يخص موضوع كمان تغطيه مباراه الدوري بشكل اعلامي، انا قلت يا جماعه لسه يمكن هنقعد طبعا بشكل مفصل ان احنا عايزين نتعامل مع مباريات دوري كره اليد زي مباريات دوري كره القدم بالظبط فيما يخص التغطيه الاعلاميه الخبريه. يعني بمعنى انه لازم الناس في مصر كلها في الشارع، الجمهور العادي، يعرف يعني مواعيد المباريات ومين بيلعب صحيح مع مين والنتائج بتاعتها وترتيب جدول الدوري، ويشوف تصريحات للمدربين الفنيين في كل الفرق الدوري صحيح. وتصريحات للعيبة في كل المواقع والصحف وفي القنوات التلفزيونية. ده كله هيخلي ان اللاعب يحس بنفسه، يحس ان لا في اضواء مسلطة عليه، بالتالي يظهر افضل ما عنده، بالتالي كمان حتى الجهاز الفني للمنتخب يكون عنده يعني فرصة اكبر ان هو يختار قاعدة اكبر. بالظبط طبعا كله مستفاد في الاخر. ويمكن انا متوقع كمان يعني السنة الجاية هيكون في يعني اتوقع ان نادي زي سموحة هينافس على الدوري، اليوبلس لازم يخش تاني، اليوبلس وسموحة طالما اليوبلس دخل طبعا بطل الكاس اليوبلس السنة اللي فاتت. بالظبط، دي حقيقة بقيادة كابتن محمد الالفي طبعا عمل انجاز كبير، يعني هو دلوقتي ماسك اللجنة الفنية او المشرف الفني على المنتخبات، مدير المنتخبات مدير القومية. المنتخبات بالظبط، فهو يعني كابتن محمد الالفي اسم كبير، ولكن برضو عايزين نشوف اربع خمس انديه بتنافس. ليه بقول لحضرتك كده؟ لانه هيعلي جدا قيمه الدوري والمنافسه هتخلي الجماهير حتى تتابعه. بالظبط، يعني كره اليد تحديدا يمكن يعني عندها الشريحه الجماهيريه يعني متوفره، يعني الموضوع صحيح. جاهز، مش هتتعب صحيح. زي بعض صحيح. الالعاب الفرديه اللي عندها معاناه شويه انك توصل الصوره. لا، عندك لعيبه الحمد لله الناس عارفه اسمائها كويس، نجوم في المنتخب الوطني ونجوم في الاهلي ونجوم في الزمالك ونجوم في هليوبلس والجزيره، فبالتالي لازم نستغل ده. يعني بمعنى لازم يسلط الضوء على اللعيبه، لازم اللاعب يحس ان هو يعني متشاف، لازم صحيح. الناس تعرف انه لا الضوء مسلط عليه. تباعا هيبدا طبعا الجمهور يتكلم على الدوري ويتكلم على المنافسه ويتابع المباريات، وحتى من خلال الصفحة الرسمية على السوشيال ميديا للاتحاد الرسمي
الاتحاد المصري لكره اليد. اعتقد كل ده هيفرق، لكن يعني خطه ان شاء الله باذن الله هننفذها بعد بطوله افريقيا. اكيد ان شاء الله. وانا برضو على الهواء طبعا بقول لحضرتك ان احنا حتى كقناه النادي الاهلي، واكيد اللي هو جزء لا يتجزا من النادي الاهلي، بنساند بشكل كبير المنتخبات بدون حدود. كان لينا الشرف طبعا، ده شرف لينا على شاشتنا ان احنا نغطي بطوله افريقيا المباريات اللي فاتت، يمكن ما كانش المساحه موجوده على قناه اون سبورت، فشركه برزنتيشن الشركه الراعيه الحقيقه منحتنا طبعا هذا الشرف ان احنا نغطي مباريات المنتخب. قناه الاهلي لم تتاخر، فضت المساحه المناسبه لتغطيه المباريات، واحنا اكيد يشرفنا ان يكون في تعاون اكيد مع اتحاد اليد سواء دوري سواء منتخبات، لان الحقيقه احنا ملوك الصالات، الاسم الاكبر هو اسم مصر. يمكن النادي الاهلي طبعا اكبر مؤسسه رياضيه في مصر، ولكن كلنا بنشتغل في الاخر لمصلحه المنتخبات ومصلحه البلد. فخلينا يعني اكيد لازم يكون في تعاون ملوك الصالات ومع حضراتكم في اتحاد اليد. اكيد طبعا، ده يعني كلام يسعدنا طبعا يا كابتن هيثم، ويعني امر مشكور منكم المبادره دي، ان انت بتبادر بانك تتابع لحظه بلحظه اخبار الاتحاد المصري لكره اليد واخبار المنتخب الوطني طبعا. ويمكن يعني بصراحه انا بشكركم على التغطيه اللي كانت خلال الايام اللي فاتت كلها. يمكن كنا بنشوف مداخلات مع كل المهتمين بالمنتخب من الجابون، يعني المهندس هشام نصر والكابتن خالد العوضي، ويعني ويعني كان في تغطيه مميزه صراحه. فبنشكركم، وان شاء الله باذن الله نامل ان ده هيستمر بعد كده، خاصه داخلين على مرحله مهمه انه مصر هتستضيف كاس العالم 2021، فده ملف مهم جدا وهنبدا نشتغل عليه. هنتكلم عليه، وكمان بطولتين افريقيا اللي في نادي الاهلي اللي جايين في شهر ابريل. أكيد. بس أكيد. طبعا احنا معانا عبر الهاتف الكابتن خالد العوضي نائب رئيس الاتحاد المصري لكره اليد ورئيس البعثه في الجابون. في الاول اهلا بحضرتك، وبنقدم يا كابتن خالد خالص تعازينا للمهندس هشام نصر في وفاه والده، ونتمنى من حضرتك تبلغه خالص تعازينا، ويعني ونسال الله سبحانه وتعالى الرحمه والمغفره للفقيد، وربنا يصبر المهندس هشام. اولا بمسي عليكم كابتن هيثم والاستاذ حسام زايد. ثاني حاجه شكرا جدا، ان شاء الله هوصلها له بامر الله توفى رحمه الله والد المهندس هشام نصر النهارده، لسه عارفين الخبر، بنحاول يعني معاه جاهدا. هو الراجل يعني المشكله كلها في خطوط الطيران عندنا، احنا مش عارفين ننزله مصر دلوقتي حاليا، هو دلوقتي في المطار هو كابتن عمر شوقي بيحاولوا يشوفوا اي خطوط طيران عشان يقدر ينزل. يعني نتمنى لجميع اهله الصبر والسلوان، ويا رب رحمه للفقيد ان شاء الله. بالنسبه لمنتخب مصر الحمد لله لسه مخلص تدريبه حالا، لسه راجعين الاوتيل، اتمرنوا تمرينه تكتيكيه كويسه فنيه على درجه عاليه. الدكتور مروان رجب قاري منتخب تونس من خلال الفيديوهات والتحليل للمهندس محمد امام المحلل الفني، قدر النهارده يحفظ لعيبته ويقول لعيبته ايه الخطه اللي هيلعبوا بيها في مباراه بكره، وان شاء الله باذن الله هياكد عليها برضه بكره في تمرين الصباح. في محاضرات فيديو من النهارده صباحا لغايه وقتنا هذا، يعني بعد العشاء ان شاء الله في محاضرات فيديو عشان يقدر برضه يقول للعيبه ويحفظ اللعيبه كل الجمل المطلوبه انها بكره. الحمد لله الحاله النفسيه والمعنويه للاعبين مرتفعه جدا، عندهم حماس وروح للعوده ان هم يرجعوا بكاس البطوله لمصر باذن الله، يقدروا يفرحوا الشعب باذن الله في اوائل السنه. يا رب نتمنى كابتن هيثم استاذ حسام، نتمنى ان شاء الله الخير واللعيبه، وباذن الله ربنا يكتب خير نقدر نعدي المباراه باذن الله انها مباراه صعبه جدا بكره باذن الله. اكيد قلوبنا ودعواتنا معاكم يا كابتن، بس يعني هل بكره هيبقى في المباراه تكون بتوقيت القاهره ان شاء الله الساعه 8، هل هيبقى في تمرين صباحي للفريق ولا هتكتفوا بالمحاضرات يعني، ولا هيبقى في محاضره في الملعب هيبقى جمع بين التمرين والمحاضره؟ يعني بكره الصبح اكيد هيبقى في حاجه للمنتخب. طبعا بص يا كابتن هيثم، انت لاعب دوري كبير وقديم وعارف الموضوع ده. بكره المحاضره الفنيه في بيعمل محاضرات منفصله مع بعض اللاعبين، وفي نفس الوقت بكره في الملعب في ساعه في تدريب الملعب برضه بيحفظ الفرقه كلها وبيقول ايه الجمل اللي ممكن تحصل وايه الطريقه الدفاع الانسب لمنتخب تونس، بحكم ان لعيبه منتخب تونس برضه لعيبه اقوياء، فيهم لعيبه طبعا كبار في منتخب تونس، منتخب تونس الشقيق منتخب كبير منتخب عريق له تاريخ، لكن هو قادر يحفظهم. يعني يقول ان هي بتجمع بين الناحيه الفنيه والناحيه الخططيه داخل الملعب، يعني على الواقف كده بيحفظ اللعيبه، واللعيب ده بيعمل كذا واللعيب ده بيعمل كذا. نتمنى من كل ربنا كابتن هيثم ان احنا نقدر نفرح بكره الشعب
الفوز باذن الله بطوله افريقيا للنجمه السبعه باذن الله منتخب مصر يا رب. وكلنا ثقه فيكم يا كابتن. والحقيقه برضو كان في انباء عن توجه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه لمسانده الفريق غدا ان شاء الله، هل الكلام ده صح ولا في احتمالات عدم تواجده معاكم بكره ان شاء الله؟ بص كابتن هيثم ما اقدرش اجزم وجوده او عدم وجوده، لان ده المهندس خالد طبعا يعني هو الوزير وهو المسؤول او هو اللي عارف مهندس شكلها ازاي، لكن انا اقدر اقول ان هو يعني معايا بتكون دائما وابدا يوميا صباحا ومساء بيتابع احوال الفريق، بيسال الاخبار، بيتابع في لحظه بلحظه، ودايما بيسال اي عقبات لينا وبيقول لي لو في اي مشكله بالنسبه لك قول لي على طول. يعني بصراحه بشكره جدا جدا من خلال قناه الاهلي، وبقول ان هو داعم قوي جدا لمنتخب مصر والاتحاد المصري. نتمنى ان شاء الله باذن الله الرجاله اللي هو قاعد معاها قبل ما يسافر ان شاء الله هو هيقابلهم باذن الله، لو كان موجود هنا باذن الله ان شاء الله باذن الله يكون معانا، ولو كان كده ان شاء الله نقابلهم في مصر باذن الله واحنا معانا كاس افريقيا باذن الله. اكيد ان شاء الله. كابتن خالد العوضي شكرا جزيلا لحضرتك، كل التوفيق، دعواتنا قلوبنا معاكم. كابتن خالد العوضي نائب رئيس الاتحاد المصري لكره اليد ورئيس بعثه منتخب مصر في الجابون. الحقيقه كابتن خالد خبره كبيره افريقيه، عنده حلول افريقيا، بيقدر يزال العقبات كتير، بيقدر يقرا الملعب حتى تنظيميا تحكيميا، بالتالي عنده خبرات كبيره، ووجوده مع المنتخب كرئيس بعثه اكيد فارق كتير. اكيد طبعا، يعني الكابتن خالد العوضي يعني اشتغل بطولات كتير، يعني صحيح. سواء هنا في النادي الاهلي او حتى في بطوله امم افريقيا اللي كان مدير المنتخب فيها، مدير البطوله في 2016، ده كمان يعني ظهر حتى في الجابون. يمكن الناس بتتكلم انه يعني حتى في موضوع التحكيم، حتى في موضوع الحاجات اللي بتحصل خارج الملعب، خارج الملعب. يعني طبعا بالزبط. انه في حاجات كتير بتبقى مهمه جدا بتاثر على الملعب، دي حقيقه. يمكن حتى كنا في بدايه المباريات استغربنا انه اثنين طاقم حكام من تونس حكموا لنا مباراتين، فبالتالي يعني كان امر غريب صحيح. في بدايه البطوله بالظبط، لكن في النهايه الامور ماشيه، ونتمنى انها تكمل على خير بكره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طب خليني برضو ارجع لبطوله افريقيا. يمكن مباراه بكره زي ما قلنا مش هتبقى سهله، الثالث والرابع هتتلعب قبلينا ان شاء الله في الساعه السادسه، هتكون بين انجولا والمغرب، والفائز هياخد البطاقه الثالثه للتاهل لكاس العالم. نتمنى تكون المغرب طبعًا. ان شاء الله لو المغرب تاهلت هيكون ثلاث فرق عربيه، وبالتالي المغرب برضو بتشوف نهضه في كره اليد، شفناها حتى باستضافه بطوله افريقيا لابطال الكؤوس السنه اللي فاتت في مدينه اغادير، وبالتالي المغرب واحده واحده بتحاول تلاقي لها مكان في القمه الافريقيه. طبعا يعني انا اتمنى ان المغرب تظهر بشكل جيد المباراه الثالث والرابع وتحصل على البطاقه الثالثه. كمان انا نفسي انه الاتحاد الافريقي يهتم اكتر، الاتحاد الافريقي لكره اليد، بالدول الاخرى الفقيره الى حد ما، يعني يوفر الادوات، يوفر اماكن التدريب، يوفر حتى المدربين المحاضرين، لانه في النهايه يعني لا يعقل ان 22 بطوله، يعني احنا نتمنى طبعا منتخب مصر يوصل على طول، لكن طبعاً لا يعقل ان المنافسه تنحصر بين ثلاثه بس، ودلوقتي المنتخب الجزائري كمان للاسف تراجع، فاصبح المنافسه معروفه من بدايه البطوله انه مصر وتونس، كاننا بنروح يعني مصر وتونس تدريب لغايه المباراه النهائيه، صحيح. فبالتالي الموضوع يعني صراحه المفروض يكون فيه اهتمام اكبر من الاتحاد الافريقي، حتى على المستوى يعني الحقوق التسويقيه والبث التلفزيوني والكلام ده كله. يعني قبل البطوله ما كانش حد فاهم اي حاجه، ولا مين اللي معاه الحقوق، ولا مين يتفاوض مع مين. يمكن ده يعني السبب، مشكله كبيره يعني. يعني ده السبب تاخير الحقوق على يعني حصول الحقوق ده، دي حقيقه. انا كنت متابع مع الكابتن خالد، وحتى يمكن مع المسؤولين في برزنتيشن كانوا بيحاولوا قبل البطوله بشهر، يعني ما كانوش عارفين نتكلم مين، مش عارفين نتكلم بالظبط، ما كانش حد بيرد. فوجئنا قبل البطوله انه ده في شركه مغربيه خدت الحقوق من الاتحاد الجابوني، وبالتالي يعني مع اول مباراه المغرب طبعا بطبيعه الحال زاعت الماتش بتاعها مع مصر، لانه هي بطبيعه الحال شركه مغربيه. يعني تونس عايز اقول لك خلصوا الحقوق مع الشوط الثاني بتاعهم، يعني الشوط الاول ما اتذاعش، ففعلا لا كان في لخبطه يعني. لازم يكون في الموضوع ده، يبقى في لجان مسؤوله. للامانه كمان حاول ان هو ياخد الحقوق، لكن برضو كان في صعوبه في التفاوض، فيعني اعتقد الامور دي لازم يتم حسمها ويكون في وضوح اكتر من جانب الاتحاد الافريقي يعني. وهو ده اكيد يعني مش هيحصل الا بدعم الاتحاد الدولي طبعا. دكتور حسن مصطفى اكيد الموضوع ده هيعمل عليه الفتره الجايه اكيد. هو بالمناسبه يمكن وصل الجابون امبارح الدكتور حسن، حضر المباراه وهيحضر المباراه النهائيه بكره ان شاء الله. وبتهيألي بطوله اوروبا شغاله دلوقتي، يمكن حضرتك كنت بتقول لي سيمي فاينال اسبانيا فرنسا نار. طبعا نار يعني. لا انا كنت متوقع ان يعني فرنسا هتحسم الموضوع، وكان في تصريح دبلوماسي ذكي شويه من المدرب بتاع اسبانيا قبل المباراه بيوم، قال لا يعني فرنسا هي المسيطره على الساحه العالميه بقالها 10 سنين، وان احنا يعني الطبيعي ان فرنسا هتكسب وحاجه غير كده يعني مش متوقعه، لكن هو
اعتقد تصريح دبلوماسي فاجئ بالجميع النهارده، يعني اعتقد المباراه قربت على الانتهاء، كانت فرنسا متاخره بفارق 8 اهداف، لو فرنسا خرجت يعني من دور نصف النهائي هتبقى مفاجاه طبعا، يعني بطل العالم نسختين ورا بعض، فاعتقد أكيد هيبقى صعب الموضوع إن شاء الله. صعب طبعا. استاذ حسام الوقت مر سريعا، بشكر حضرتك طبعا استاذ حسام زايد رئيس اللجنه الاعلاميه باتحاد اليد، شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني الحقيقه، كان حديث ممتع استمتعت بيه شخصيا. اشكرك كابتن هيثم، انا اللي سعيد بوجودي مع حضرتك وفي قناه الاهلي، وموفقين دايما باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، مر وقت ملوك الصلاه سريعا، هننتظر حضراتكم بكره ان شاء الله بعد مباراه مصر و تونس في النهائي ان شاء الله، هيبقى في استوديو تحليلي عشان نتابع التتويج. يمكن المباراه زي ما قلت لحضراتكم لن تذاع، او حتى الان مش هتذاع على قناه النادي الاهلي، لو في اي جديد اكيد هنعرف حضراتكم، ستذاع على قناه اون سبورت، لان النادي الاهلي الحقيقه بتحترم اي تعاقدات بسبب حقوق الرعايه والتسويق لاون سبورت وشركه برزنتيشن، كل الاحترام ليهم وكل الاحترام للتعاقدات، ولكن حتى الان ستذاع الساعه 8 في قناه اون سبورت. هنطلع بعد حضراتكم بعد المباراه، هنتابعها طبعا من قناه النادي الاهلي، وبعد المباراه هطلع مع حضراتكم عشان نتابع التتويج ونحلل الاداء، ومش بس كده، عشان ان شاء الله يا رب يا رب نفرح مع جموع الشعب المصري. شكرا جزيلا لحضراتكم، على اللقاء غدا باذن الله، شكرا على حسن المتابعه.